هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما ضل صاحبكم وما غوى وإنك لعلى خلق عظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين.